ولتسليط الضوء على موضوع الاتفاق السياسي في السودان، معنا من الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخالدي، الكاتب والباحث السياسي السوداني. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد مفاوضات وصفت بالطويلة والشاقة، وقعت القوى السودانية والمجلس العسكري اتفاق إدارة المرحلة الانتقالية. هل نستطيع أن نقول أن السودان بدأ مرحلة جديدة نحو حكم مدني؟ نعم، الحمد لله اليوم تم التوقيع في الخرطوم بحضور دولي على مسودة الاتفاق الدستوري، وكان هذا يعني أمل جديد وفجر جديد للشعب السوداني، وقد حاول المفاوضون في الحرية والتغيير تجاوز كل أخطاء الماضي في جميع الانقلابات العسكرية التي حدثت بتكوين رؤية جديدة لفترة انتقالية طويلة تمنع عودة الانقلابات العسكرية وعودة يعني فلول النظام السابق. بحمد الله اليوم تم تشكيل آلية مشتركة من قبل المجلس العسكري الذي يمثل القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير، لينبثق عن ذلك مجلس سيادة وحكومة انتقالية ويعقبها مجلس تشريعي. اليوم الفرحة عارمة في السودان، كل شعب السوداني فرح، كل الثوار، كل أهالي الشهداء، أهالي المفقودين. نتمنى أن تتم الفرحة على أكمل وجه دكتور عبد الرحمن، لكن هناك العديد من بنود الاتفاق، ومنها أن الحكومة الانتقالية التي ذكرتها ستدير البلاد لمدة 39 شهرا. كيف ترى هذه المدة؟ هل هي طويلة، كافية، غير كافية؟ التوافق تم على هذه المدة، وإن قابلته في البداية معارضة من بعض القوى التابعة للنظام السابق أو الذين كانوا يشاركونه في الحكم. لماذا توافق واختارت قوى الحرية والتغيير واختار الوطنيون في السودان أن تكون هذه الفترة 3 سنوات أو أكثر، لكي يتمكنوا من إنهاء دولة التمكين، 30 سنة، 30 عاما من التشويه، 30 عاما السودان بعيد عن الأسرة الدولية، 30 عاما من ممارسات القمع. كل هذه لن نستطيع أن ندخل، بناء على تجارب بعض الدول المجاورة، لن نستطيع أن ندخل مباشرة في عملية انتخابية، والبلاد ما زالت تعاني من كثير من التشوهات. لابد أن يتم التغيير، ولابد أن يتم كنس هذه التشوهات، ولابد أن يكون هنالك يعني استعدادا للاستحقاق الانتخابي في 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 إزالة التمكين وفي وهذه يعني مصوغات تبدو منطقية كما يقول المراقبون بملفات الفساد وبغايا النظام السابق. تمام. من ناحية أخرى، ما قالته قوى الحرية والتغيير من أن الاتفاق أوجد معادلة جديدة تمنع أي تضارب في السلطة، ما الضامن لمنع انهيار الأوضاع مرة أخرى؟ الضامن هو الشارع. معظم قيادات الحرية والتغيير هي ابتعدت تماما عن المشاركة في الحكومة الانتقالية، إنما رشحت أسماء وكفاءات وطنية. والحرية والتغيير بجميع آلياتها، برصيدها الشعبي، بلجان المقاومة في جميع أحياء السودان موجودة لتحمي هذه الثورة ولكي تدفع قدما نحو تحقيق أهداف الثورة. نعم، بلا شك أن هناك كثير من الملفات التي ستواجه هذه الحكومة، ملفات اقتصادية، حركات مسلحة وغيرها، من أيها ستبدأ الحكومة؟ الحكومة أول الإطار الذي وضع لبدء عملية السلام والعملية السياسية في السودان، تحدث الجميع عن البداية بعملية السلام بالتفاوض مع الحركات المسلحة، بعض الحركات المسلحة الجادة في جبال النوبة مثل عبد العزيز الحلو، أوقفوا وأعلنوا وقف إطلاق النار إلى أن تأتي الحكومة الجديدة ليتفاوضون معها بشكل
مستقيم بشكل جاد، وحتى الجبهه الثوريه التي عرضت وطالبت بان تدخل في مجلس السياده وان يكون لها حصتها، يعني تم اعلامها بان هذا الاتفاق ليس هو اتفاق محاصصه حزبيه او محاصصه مناطقيه، انما هو لتسليم وتسلم ووضع البلاد في الاتجاه الصحيح، ومن ثم يتم التوافق مع هذه الحركات على اداره السودان. وعلى في المرحله الانتقاليه الان نحن نجهز ونمهد لمرحله قادمه ان شاء الله، مرحله انتخابات ومرحله اعداد دستور دائم، هذا كله سيكون فيما بعد الانتخابات بعد 3 سنوات. نعم. لكن الان الناس تفكر في انتشال البلد من الملفات وازماتها الراهنه، الوضع الاقتصادي السيء، معاناه المواطنين، الحروبات، النازحين، هذه الملفات كلها. نعم. تحدث عنها الطبيب محمد ناجي العظم. وصلت الفكره دكتور. نعم، شكرا لك دكتور عبد الرحمن الخالدي الكاتب والباحث السياسي السوداني.